هنكمل في الفيديو ده إضافة التفاصيل اللي كنا بدأناها في الفيديو اللي فات. عندنا منطقة من الإضاءة كده مع التجعيد، هنحاول نضيفها، دينا شكل طبيعي أكتر. محتاجة لون أخف شوية، يعني مش باينة طبيعية أوي لكن ممكن تكون مقبولة. هندمج بقى اللون مع الألوان اللي حواليه شوية. أعتقد كده العين دي إلى حد كبير بقت كويسة. ممكن نحتاج نضيف بعض المسام بتاعت الجلد. في عندنا تجعيدة صغيرة كده تحت أو جنب الشنب، الزاوية بتاعت الشنب، شايفها فرق أوي في الصورة بس ممكن نحاول نضيفها. طبعا بلون غامق وحواليها بس لون فاتح شوية، تمسح الألوان من الصورة، تحاول توصل للشكل بتاعها وتنعم براحتك كالعادة يعني. هنغمق المنطقة دي أكتر، نديها عمق شوية، وطبعا هندمجها مع اللي حواليها بأكيد. انت كده بقى طول الوقت كل ما تشوف مكان محتاج يتظبط يتغمق او يتفتح على حسب اللون، بتحاول طول ما انت شغال كده تظبط امورك اكتر. كل تحس ان هو مش مدموج كويس او مش متنعم كويس بتستمر برضو في تنعيمه لحد ما تخلص الصورة خالص. جدا لان انا مش مبسوط قوي منها فيعني شلتها وخلاص. ممكن نبدأ نضيف شوية مسام دايما في المنطقة اللي تحت العين دي، ممكن تلاقي ظهر فيها المسام بتاعت الجلد شوية، هتلاقيها زي ما انتوا شايفين كده. فهنضيف في المنطقة دي وممكن في المنطقة المقابلة ليها في العين التانية، وباقي الصورة طبعا هيبقى بنفس التكنيك. اللي عاوز طبعا يشتغل دايما في مناطق بتبقى باينة في الخدود شوية وفي المناخير، مقدمة يعني المناخير من قدام بيبقى فيها وتحت العينين طبعا في الجلد كله، بس دي المناطق اللي بتبقى ظاهرة فيها. او فانت لو عاوز تضيف بيبقى براحتك. هنختار طبعا لون فاتح افتح من اللي حواليه شوية، وهنعمل نقط ما تكترش فيها قوي، وبعدين خليها درجات يعني في نقط بتكون فاتحة اكتر ونقط
بتكون اللون بتاعها طبعا اغمق شوية زي التجاعيد اللي بتصنعها تحت العين برضو. بس دي بقى نقطة تانية كانت خطوط، لكن دي بس مجرد نقطة بيضة او نقطة فيها اضاءة عالية شوية مع نقطة غامقة، هي على طول هيدي لك وتدمجهم مع بعض على طول هيدي لك الاحساس ان فيه يعني حفرة كده موجودة زي في الجلد، زي طبعا المسام الطبيعية ما لقيناش اللون غامق او فهنغمق اكتر. تمام، زي ما انتم شايفين كده مجرد ما اللون بيغمق اكتر عن اللي حواليه شوية وجنبيه نقطة تانية افتح بتلاقي على طول شكل المسام. هناخد لون افتح، نفتح مناطق شوية زي ما انتم شايفين. اعتقد كده وضحت الصورة وتعرفت طريقة اضافة المسام. طبعا اضافتها وانت بتبص على الريفرنس وبتحاول تنسخ الكام واحدة اللي باينين في الريفرنس بدي الصورة شكل طبيعي اكتر. طبعا في طرق بقى اضافتها عشوائيا كده على الجلد كله، ممكن تبقوا تدوروا على اي طريقة لاضافة المسام، في فرش طبعا للموضوع ده بتدي نتائج الى حد ما كويسة. انا بصراحة شفت في كذا فيديو قبل كده ان كل واحد بيضيفها بطريقة يعني معينة وكل واحد له فرشه كده الخاصة، لكن انا بحب اضيفها بالشكل ده يدويا كده. طبعا لو هتعملها في الصورة كلها طبعا الموضوع بقى هي مكلف وقت ومجهود كبير جدا، فممكن تشتغل على الكام منطقة الظهرين تحاول تعملهم كويس، وبعد كده بأي فرشة من الفرش اللي بتضيف فيها المسام بشكل عام تضيف الباقي. هنشتغل على تجاعيد اللي تحت العين التانية زي ما احنا شايفين اللون اغمق شوية ككل، يعني تحت العين اغمق شوية من اللون اللي احنا في الطبقات اللي قبل كده اللي كنا عاملينه في الطبقات اللي قبل كده، فهنغمق اللون حواليها شوية وبعد كده نبدأ في اضافة اللي عندنا تجاعيدين او ثلاثة كبار. هناخد طبعا ننسخ اللون الغامق، هنعيد ونقول لو احتاجنا نغمقه اكتر هنغمقه، وبعدين بنظهر الاسكتش بتاعنا بنشوف مكانه ونبدأ ناخد خط كده نعلم على مكان التجاعيد. بنعلم على الكام خط اللي ظاهرين، ولو في حاجات طبعا تانية صغيرة احنا مش رسمناها في السكتش بنبقى نضيفها احنا يعني بالنظر كده. ممكن طبعا تضيفها كلها بالنظر يعني لو انت تحب، بس زي ما قلنا احنا بنعمل حاجة للناس كبداية يعني تتعلم بيها التكنيك. هنظبط طبعا سمك الخطوط اللي احنا بنعملها بمراجعة الريفرنس بالنظر للريفرنس بتاعنا. وهنبدأ ندمجه شوية، مش مجرد خط بس غامق كده، بنبدأ ان احنا ندمجه شوية مع اللي حواليه. عندنا منطقة فاتحة شوية دايما في المكان ده بتلاقي فيه منطقة افتح شوية من اللي حواليها، فبرضو ركز في كل حاجة وحاول تضيفها. فتحناه زي ما احنا شايفين في الريفرنس، طبعا المنطقة اللي فوق العين دي لسه ما نضفش فيها برضو تفاصيل، هنرجع لها في نهاية الفيديو ده ان شاء الله او الفيديو الجاي. بعد كده زي ما قلنا هناخد بالنا فين مكان الإضاءة في الريفرنس بتاعنا ونبدأ بلون فاتح، نفتح من اللي حواليه نضيف.
زي ما انتم شايفين على طول بيبان الجهاز بتاعي دي تحديدا اللي باين قوي. هنا طبعا محتاجين لون افتح شوية عشان الجلد ككل لونه افتح من المنطقة اللي تحت العين. هي دي الفكرة الأساسية، وبعد كده بقى بنظبط التجاعيد، بنحاول نظبطها أكتر، ولازم طبعا نبص عليها من بعيد بالمقارنة بالريفرنس عشان نشوف إذا كانت باينة زي الصورة، يعني بنزوم تقريبا نفس الزوم ونشوف إذا كانت باينة كويس ولا لأ، محتاجة تتغمق أو محتاج السمك بتاع الخط يتغير شوية عشان وانت بتشوف الرسم من بعيد تديلك على طول الاحساس بان هي طبيعية. لان يعني في تفاصيل انت بترسمها وانت عامل زوم زي ما قلت قبل كده، وبتحس ان هي تبقى ظاهرة جدا، ومجرد ما بتعمل زوم اوت ما بتحسش ان هي موجودة قوي او مش ظاهرة خالص، يعني زي الصورة المرجع. شوية خطوط وتفاصيل تانية طيب طبعا يعني بتدي للصورة اللوك الطبيعي شوية. اضافتها دايما يعني زي ما يقولوا كده ما بتخسرش معاك. بس حاول انك تلتزم بشكل الريفرنس. الباقي كله طبعا مجرد شوية تظبيط في الالوان. بعد كده هنا لون افتح شوية، احنا عاملينه غامق فهو اللون مختلف شوية، فهنحاول ان احنا نظبطه. اعتقد كده شكلها افضل كتير من الاول. طبعا ده المكان اللي احنا هنحتاج، او المنطقة دي تحديدا اللي هنحتاج نضيف فيها مسام زي المنطقة اللي هناك، ولو بصيتوا في الريفرنس هتلاقي واضح فيها اكتر من باين فيها شوية مسام كده، فاحنا هنختار طبعا لون فاتح اكتر من اللون بتاعها نفسه، وهنبدأ نعمل الخطوط بتاعتنا والنقط. قد تكون خطوط قد تكون نقط. طبعا عملنا اللون الفاتح، بعد كده بنختار لون اغمق اهو بالاي دروبر تول اخترناها، واخترنا اللون الاغمق منها شويه، وهنبدا طبعا نرسم حوالين النقط الفاتحه. مبدئيا بس كده بنحددها، وفي اوقات بنحتاج نغمقها اكتر او نفتح اكتر زي ما بنحب يعني لحد ما تظهر معانا. اعتقد مش ظاهرة قوي، اطول لونك الافتح كده ظهرت اكتر.
كده الى حد كبير يعني الامور تمام. طبعا كان ممكن نستثمر وقت اطول فيها، بس انا قلت بس الفكرة الاساسية كده. بعد كده عندنا لسه بنظبط شوية التجاعيد اللي ما بين الحواجب، بندمجها مع اللي حواليها شوية. عندنا منطقة من الإضاءة مكناش عاملينها وما كانتش واضحة بشكل كبير، قللنا الأوباسيتي بتاع الفرشة أكتر واشتغلنا عليها برضو تدريجي كده، بنحاول نظبط فيها. بدأت مع الفيديوهات اللي انا اضفتها اللي فاتت، انا في الحقيقة كنت عاوز اعمل الكورس كله على بعضه وارفعه كله مع بعضه واول ما انشره يبقى كامل، بس طبعا الوقت ما اسعفنيش. دلوقتي في ناس طبعا تبعت لي بداية التطبيق بتاعها للكورس، والحمد لله النتائج طلعت كويسة جدا، يعني شايف ناس بدأ مستوى يتطور بشكل كبير، ودي حاجة طبعا اسعدتني جدا. هنبدأ نظبط المنطقة اللي فوق العين، كنا عاملينها بس بلون غامق كده مؤقتا، هنبدأ نظبطها على نفس اللير بتاعت الديتيلز. زي ما احنا شايفين عبارة عن تجعيدة كده او تجعيدة موجودة غامقة، وبعدين في لمعة موجودة فوق يسموه الرموش ناسي اسمها، برضه نفس الوضع اللي هو مجرد بس تظبيط الوان كده زي ما اتعودنا. بقى اعتقد الناس بقى عندها اللي اشتغل او طبق على الدروس اللي فاتت هيبقى عنده خبرة دلوقتي شوية، فاحنا ظابطين بس السكتش كده مجرد ان احنا بناخد الحدود وبعد كده بنخفي السكتش بتاعنا. زي ما بقول لكم كده في ناس بعتت لي وفعلا النتائج كانت كويسه الحقيقه، ده شيء مبشر. برضو في موضوع تاني بشكل عام، طبعا مش على الكورس ده او على اي حاجه، دايما لما تتفرج على يوتيوب وانا بعمل كده طبعا من زمان، اما تتفرج لو حد عامل كورس لو حد عامل فيديو عجبك دايما ما تنساش انك تعمل لايك السبسكرايب طبعا لو في حاجه مفيده او انت بتحب تتابعها، لكن اي فيديو يعجبك دايما اللايك مش هتخسر بيه حاجة، بس بقى تقدير بس المجهود صاحب الكورس او صاحب الفيديو اللي اشتغل عليه او عمل ايديت او نقله لك بس مجرد نقل كده، لان ده طبعا بيفرق معاه في انتشار الفيديو. فدايما يعني مش هتخسر حاجة طبعا في اللايك، ولو حاجة طبعا مفيدة زي ما قلت لك بالنسبة لك تعمل سبسكرايب. ولو حد طبعا مهتم، لو في حد مهتم دايما بتدله على الحاجة دي، الكورس مجاني، فيعني لو في حد مهتم حاول انك تدله عليه. لو حاجة عجبتك قوي بقى فيديو يعني اللي هو ظابط معاك قوي ممكن تعمل شير للفيديو لوحده، طبعا الحاجات دي اكيد بتفرق وبتساعد طبعا بعد كده ان الواحد يقدر يعمل كورسات تانية ويحس ان الناس كتير استفادت وكده. يعني انا تقريبا اغلب الفيديوهات اللي بتفرج عليها على اليوتيوب طالما الفيديو عجبني بعمل لايك. مستمرين طبعا في الرسم العين، المنطقه اللي فوق العين، ظبطنا الوانها الى حد كبير. شكلها افضل طبعا كتير دلوقتي من الاول، بدأ شكلها يبقى طبيعي اكتر.
مجرد تغميق بقى وتفتيح لبعض الخطوط كده، عشان يعني بعد ما بنبص للريفرنس مكملين كده مع الالوان وتظبيط المنطقه دي، منطقه حوالين العين غامقه شويه، هنغمقها وندمجها مع اللي حواليها زي ما اتعودنا. محتاجة تظبيط اكتر طبعا، الناس اللي بتكلمني بتسأل عن الفرش اللي انا بستخدمها. انا لحد دلوقتي اساسا استخدمت غير فرشة واحدة في الرسم كله، في الصورة دلوقتي لحد دلوقتي كله هي نفس الفرشة الناعمة اللي موجودة اصلا ديفولت مع تقريبا اول فرشة بتنزل مع البرنامج نفسه. طبعا في فرش بتسهل الامور شويه وكده، بس شايفين الطريقه يعني ما فيش فيها الصعوبه الكبيره. هندي لمعه بسيطه طبعا الصورة مش باين فيها رموش قوي، فانا ممكن ما يعني انا ما رسمتهاش، ممكن نبقى نرجع لها، لكن هي في العادي هو مفيش قوي رموش يعني، وهتبقى حاجة بسيطة بفرشة بس صغيرة كده، وبتبدأ تعمل ايه، بتبدأ ان انت ترسم شوية الخطوط اللي موجودة قدامك لما تعمل زوم. طبعا هناخد بقى لون اغمق شوية، هنزود بس المنطقة اللي فوق العين على الطروف كده، بنزودها بس عمق شوية مش أكتر. اللي هو ما كانش ظابط قوي فخدنا لون أغمق منه شوية، نضيفه وندمجه مع اللي تحتيه، بدينا دي افضل شوية. تمام، شكلها طبعا احسن كتير من الاول بعد اضافة التفاصيل كلها. طبعا احنا كده بنهاية الفيديو ده، تقريبا كده وصلنا لنهاية الفيديو، بس مجرد تظبيطات بسيطة جدا. هتاخد بقى احنا كده خلصنا طريقة رسم الجلد كلها،
في تقريبا 5 فيديوهات او حاجة زي كده. عاوز طبعا الناس كلها تبدأ تطبق مع كل درس بنعمله، طبعا عليه مرة واثنين وثلاثة لحد ما الطريقة تظبط معاها. بترسم رسمة كاملة، ما بتقفش عند كل فيديو لوحده يعني فترة طويلة، لا انا عملت الفيديو والنتيجة ما عجبتنيش قوي، هكمل طبعا مع الباقي مفيش اي مشكلة، وابدأ ارسم رسمة تانية وثالثة ورابعة بنفس التكنيك اللي انا اتعلمته، واحدة واحدة ببدأ اتطور. فما توقفش عند كل مرحلة وتقول انا معرفتش اعملها، لا كمل والدنيا ان شاء الله هتمشي معاك. يعتبر كده خلصنا رسم الجلد الكامل، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم عن رسم الشعر. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.